مساء الخير وتحية لكل محبي كرة السلة وتحية لكل متتبعي كرة السلة العربية وكل متتبعي دورة حسام الدين الحريري العربية ال21 لكرة السلة. النهار النصف نهائي امبارح كان ختام الدور الأول، أربع فرق من ثمان فرق اللي شاركوا بالدور الأول من هالبطولة وصلوا للمربع الذهبي للدور النصف نهائي، وصلوا للمربع النصف نهائي والأهلي المصري رح يواجه العلوم التطبيقية الأردني. نادي الأهلي المصري صاحب الخبرة الكتير كبيرة بمواجهة الفريق الشاب العلوم التطبيقية الأردني بأول نصف نهائي. طبعا الأهلي عينه على النصف نهائي لا يربح فيه ولا يتدخل ويدخل للنهائي للمرة أكيد الخامسة إذا بدكم بآخر عشر سنين، والأهلي أكيد بانتظار العلوم التطبيقية الأردني على أرض الملعب مثل ما العلوم التطبيقية الأردني اللي من دون ولا أي خسارة، الأهلي كان تعرض لخسارة واحدة من قبل حامل اللقب الأكثر بالبطولة والأكثر إحرازا لللقب الرياضي اللبناني. العلوم التطبيقية الأردني تصدر من دون ولا أي خسارة المجموعة الثانية مثل طبعا الرياضي اللبناني. اما من ناحيه فازن الارقام، الاهلي طبعا يلي عنده خبره كثير كبيره للاعبينه ومدربه اشرف توفيق بيعرف كثير منيح اللاعبين واحد واحد، وهو طبعا ولو احترف خارج مصر لفتره كثير قصيره ولكن بيعرف اللاعبين كثير منيح، وبنشوف بهالوقت تشكيله نادي جامعه العلوم التطبيقيه الاردني: فضل النجار رقم اربعه، نضال الشريف، احمد شاكر، احمد حمارشا، هاني الفرج، ابراهيم بسام، عبد الله ابو كوره، اسامه الفرج، محمود عابدين، موسى العوضي، محمد حمدان ومحمد الشاهر، والمدرب هو المدرب الوطني الاردني المدرب الدكتور منتصر ابو الطيب. اما من ناحيه الاهلي المصري، ابراهيم ابو خضره، ابراهيم الجمال، محمود محمد ومحمد بسيوني ومصطفى الشافعي، هيثم السعيد، طارق الغنام، محمد صلاح، تامر مصطفى، أمين رزيق، مصطفى شعوت وكريم شمسية، والمدرب هو المدرب الوطني المصري أشرف توفيق. طبعا اليوم أول خمسة من قبل العلوم التطبيقية الأردني على أرض الملعب: موسى العوضي، محمود عابدين، محمد حمدان، محمد شاهر وعبد الله أبو كورة. أما من ناحية الأهلي المصري، طارق الغنام لاعب الخبرة العملاق المصري 210 سنتيمتر، أمين رزاق لاعب المنتخب التونس، هيثم السعيد لاعب الزمالك السابق، وبالإضافة لكريم شمسية واللاعب رقم ستة اللاعب محمود محمد. يعني على كل حال بدنا نقول هون ليش في اثنين سنترية من قبل نادي الأهلي بالكوارتر الاول، السبب معروف: وجود اللاعب عبد الله ابو كوره ومحمد الشاهر ومحمد حمدان، ثلاث لاعبين بيج جايز بالفريق الاردني، ثلاث لاعبين سنتريه بنادي العلوم التطبيقيه الاردني، وبالتالي العلوم التطبيقيه الاردني. على كل حال يعني نادي العلوم التطبيقية الأردني اللي من أهم الأندية العربية مثل بالباسكتبول مؤخرا مثل الفريق المصري طارق الغنام، ولكن المفاجأة كانت بدون أجانب وصوله للدور النصف نهائي. محمد حمدان ما بيسجل عن الثري بوينتس، شوتر أصبح حمدان، صار عم يلعب كشوتر وعم يسدد كثير منيح عن ارك الثري بوينتس. طبعا ورا هالمباراه الساعه 6 لكل اقراب على قاعه الحسام الرياضيه اللي هي بثانويه الرئيس رفيق الحريري بعاصمه الجنوب صيدا بلبنان، عم نحكي كل موجودين بلبنان. نحن معكم مباشره اكيد من قاعه الحسام، وكل اقراب على منطقه صيدا وكل اللي حوالين صيدا فيهم ينزلوا على الملعب ليواكبوا كمان الفرق اللبنانيه الاثنين الانترانيك والرياضي اللي رح يلعبوا الساعه 6 على نصف نهائي الثاني. محمد شاهر، عبد الله ابو كوره، مان تو مان ديفنس من الفريق المصري، بده يجربوا يمنعوهم يفوتوا الطابه انسايد، وبتدخل انسايد وبلقشت من الغنام، ولكن لا تحتسب صحيح، قرار الحكم صحيح، قرار الحكم صحيح لانه
الكرة لمست البورد، وقت الكرة تلمس البورد خلاص ما بيكون بقى في عنده حق اللاعب المدافع يجرب يعمل البلوك شوت. تيرن اوفر على الاهلي، فاست بريك مع موسى العوضي، اساسا موسى اختصاصي. موسى العوضي اختصاصي بالفاست بريك. تسديدة عن ارك لثري بوينتس ما بتتسجل. عبد الله ابو كرة على البوست، عبد الله ابو كرة لمحمد حمدان، محمود عبدين يعني اللاعب الشاب الاردني محمود عبدين بواجهة خبرة كثير كبيرة مصرية اسمها هيثم السعيد. موسى العوضي ما بسجل، امين رزاق لاعب المنتخب التونسي اللي بيلعب كاجنبي ومحترف بالدوري المصري، وكريم شمسية بيسجل. كريم شمسية مباراة مبلشة متوازنة بين الفريقين، متوازنة ومعتدلة. معتدلة محمد حمدان عن ارك لثري بوينت، هذا اللي كنت قلت لكم اياه. محمد حمدان اصبح شوتر من كل المسافات. محمد حمدان بيسدد بنجاح كثير كبير ونسبته كثير عاليه بهالبطوله، نسبه بتقارب 30% عن ارك لثري بوينت ببطوله حسام الدين الحريري للحمدان. وشوفوا الغنام بيسيطر على كل شيء بالعالي، الغنام بيسيطر سيطرة مطلقة وسيطرة تامة. طارق الغنام من أفضل اللاعبين السنترية، طارق الغنام. كرة بتوصل لعند محمد شاهر، معه طارق الغنام والشاهر، يعني شاهر محمد شاهر بطول طارق الغنام، الاثنين بالمترين وعشرة، ولكن شاهر عنده ادفانتج على طارق انه هو طبعا غير انه هو اصغر. غير انه طارق الغنام ما بيتوقف، يعني هيدي شيء معروف ومعهود. طارق الغنام السديده كانت ناجحه عن ارك 3 بوينتس. كنت عم اقول لكم محمد شاهر عنده ادفانتج على طارق الغنام هو انه اصغر بالعمر، يعني اليوم كمان لاعبين الاهلي بمعظمهم اعمارهم كبيره وبالتالي عندهم خبرة، بس بدك تشوف قد ايه بيقدروا يمشوا مع الفريق الأردني يلي عم بيقدم باسكتبول كتير كبير، وعم بيكون فريق سريع وعم بيكون فريق فعال على أرض الملعب، وعم بيكونوا كتير أثلاتيك اللاعبين الأردنية، عم بيطلعوا وينزلوا كتير على الديفنس، وعم بيعرف يديرهم كتير منيح المدرب منتصر أبو الطيب. وهون عنده مواجهة طبعا الخبرة الكبيرة اللي عنده إياها أشرف توفيق المدرب المصري ولاعبين الأهلي المصري أصحاب الخبرة الكبيرة والباع الطويل بالمشاركات الخارجية وخصوصا بدورة حسام الدين الحريري. أمين رزاق هالمرة من نقطتين، هالمرة من نقطتين، وعم يطلب تايم اوت المدرب منتصر ابو الطيب، عم يطلب تايم اوت منتصر ابو الطيب. خلينا نسمع التعليمات من المدرب الاردني. احتسبت بنقطتين اخر تسديده. انما انا عايز فايت اكتر من 14 بحيث ان انا طارق برضه ما يخرجليش بره 14، درايفر اكتر منه شوطر، خلي بالك خد بالك هياخد طارق، دي مش ماتش حلو، مش عايز السويتشايه دي الا تتضيق جدا، لازم تفيد شويه عمار في سنه عشان نقدر نخرج من السكرين احسن معايا. يعني انا بيجي لك هنا بيجي كلمه طارق ان هو هيعملها فوق سكرين، لازم احاول اخرج طارق وان ستيب وانا اخرج هنا واخرج بسرعه جدا واقف حاجه ثانيه. قلنا السكرين هنا مع 13 هنا بوش داون انتهاء التايم اوت
يعني لهلا ولا اي خطا احتسب بهالكوارتر. ولا اي خطا احتسب بهالكوارتر لانه الفريقين مركزين على الدور النصف نهائي. يعني اليوم انا ما بعطي ولا فريق ادفانتج على الثاني بمباراه نصف نهائيه. الدور النصف نهائي والنهائي دائما له طعم خاص وله حسابات خاصه. ما فيك تقول لي اليوم عم تلعبني نص نهائي كانك عم تلعبني مباراه بالدور الاول، هيدي مش مقبوله ابدا. هيدي الفايوليشن ما كانت خطا، في فايوليشن. عبد الله ابو كوره حمل الكره بايده، يعني هولدنج من زمان ما بعرف، يعني كنا نلعب اذا بتلعب ستريت بول بقول لك هولدنج. اليوم حمل الكره اكثر من ما لازم بالهواء وانتقلت البوسيشن لمصلحه الاهلي. امين رزاق، كريم شمسيه لامين رزاق عن ثلاث نقط. التونسي يلي رايح على الاولمبياد 2012 على لندن على مدينه الضباب مع مدربه ومدرب نادي قازما الكويتي حاليا سوبر ستار تدريب العربي انا بدي اسميه عادل اطلاطلي. يعني اكيد راح يكون في شغل مضاعف بنادي قازما لانه المدرب عادل اطلاطلي بحب يشتغل كل شيء على الاي بي سي، يعني ما في واحد بيساوي اثنين، لا قل له اثنين وشحطه بقول لك لا، اثنين ونقطه لا، اثنين. طبعا المنصه الرئيسيه السفير المصري الجديد بلبنان سعاده السفير باهر شوبي او باهر الشواحي، باهر شواحي وكمان رئيس نادي الاهلي او رئيس بعثه الاهلي المصري خالد الدرندلي. اهلا وسهلا بالجميع. طارق الغندام على الفري ثرو لاين، هيدا اول خطا بعد مرور حوالي 6 دقائق و15 ثانيه على بدايه الجيم. هي اول فاول والغنام عم بيغني لحاله، الغنام عم بيعمل يلي بده تحت الباسكت. الغنام لهلا عنده خبره كثير كبيره طارق الغنام، منه مسحه. يعني حتى عبد الله ابو كوره لاعب منتخب الاردن، لاعبين بطوله عالم، محمد حمدان، بس اليوم طارق الغنام كمان اسم رنان، يعني منه سهل. يعني اليوم كمان الاسم بيلعب دور. اوت اوف باوند محمود عابدين عند موسى العوضي. موسى بلوك شوت من طارق الغنام، بلوك شوت من طارق الغنام والبوستاشن رح تنتقل لمصلحه الاهلي. الاهلي المصري متقدم بفارق 9 نقاط على جامعه العلوم التطبيقيه الاردني. زون ديفنس من العلوم التطبيقيه الاردني. هيثم السعيد بيسجل عن ارك الثري بوينتس. هيثم السعيد 3 من 4 للفريق المصري عن ارك الثري بوينتس، يعني 9 نقاط من هالنقاط ال 21 سجلوهم عن مسافه 3 نقاط، بالمقابل 1 من 4 فقط للفريق الاردني. والاخطاء فتحت هون، يعني فتحها طارق الغنام ومن بعدها بدأت الأخطاء تتوالى. خطأين على الفريق المصري وخطأ على الفريق الأردني. أوت أوف باوند، كرة من خارج حدود الملعب. محمود عابدين عبد الله ابو كوره محمد حمدان ومحمود عابدين 24 ثاني بينتهوا. ديفنس كان مركز من الاهلي المصري والكره راح تنتقل لمصلحه الاهلي بعد هالكلوك فايوليشن على الفريق الاردني.
21-9 هيثم السعيد ما بيسجل الريباوند بيكون لاحمد الحمارشه. احمد حمارشه من بين طارق الغنام وكريم شمسيه بالتقط الريباوند. محمد حمدان لاحمد حمارشه المان تو مان ديفنس بعده عم يتابع. عبد الله ابو كوره بيستلم الكره مع طارق الغنام. عبد الله ابو كوره وطارق الغنام بيلتقط الريباوند على طريقته الخاصه. كريم شمسيه كريم في ترانزيشن ديفنس كانت سريعه جدا من الفريق الاردني. محمود امين رزاق عن ارك للثري بوينتس بيسجل 3 من 3 نقطه التاسعه لا امين رزاق نقطه ال 11 دبل فيجرز لا امين رزاق دبل فيجرز للاعب التونسي امين رزاق بالوقت اللي موسى العوضي عم بيسجل يعني حوالي الخمس دقائق ما سجل نادي العلوم التطبيقيه الاردني بالجيم. كانت السيطره واضحه للاهلي خصوصا انه عم يلعب ديفنس مركز جدا نادي الاهلي. يعني طبعا يعني برجع بذكر فارق خبره كثير شاسع ومش بس هيك يعني بأثر العنصر الاجنبي. عم نشوف اللاعب الاجنبي العربي تفتخر لما يكون عندك لاعبين اجانب عرب باخلاق مثلا امين رزاق باخلاق اسماعيل احمد ايمن دعيس لما يحترف زيد القص الاردني زيد عباس. يعني ما هو لاعبين عرب تنبسط لما يكونوا محترفين بفرق عربيه. يعني تروح اموالنا لجوا وما بقى تروح لبرا مثل العاده مزاريبنا دائما لبرا العرب. طارق الغنام ما بسجل الريباوند لاحمد حمارشه. موسى العوضي وما بسجل العوضي الريباوند بيكون اهلاوي احمر للاهلي في ووكينج خطا المشي بالكره في تبديل. فد النجار رح يدخل للملعب مثله مثل مصطفى الشعوط يلي بيدخل بدلا من طارق الغنام بيطلع ليرتاح شو ارقامه طارق الغنام. زيد بياخذه من عند زميلي زيد تنير 8 نقاط لطارق الغنام 3 ريباوندز ارقامه لطارق الغنام لما عم بيطلع ليرتاح لما يرتكب خطا اللي ارتكبه مع الرياضي باخر 11 ثانيه بالمباراه بالدور الاول. ارتكب خطا وهيدا قاتل بيكون الخطا لانه بيدخله بالفاول ترابل بحط مدربه وفريقه بمشكله. بهالوقت فضل النجار بيسجل والثواني على الاخر للكوارتر الاول. امين ما بيسجل الريباوند لعبد الله ابو كوره والكوارتر الاول عم ينتهي 26 الاهلي وبالمقابل 13 العلوم التطبيقيه الاردن. رح نروح نحن وياكم لوقفه مع الاهلين قبل ما نرجع من بعدها لقاعة الحسام الرياضية بثانوية رفيق الحريري بصيدا. خليكم معنا. عودي نحن وياكم مشاهدينا لمتابعة الكوارتر الثاني من مباراة الأهلي المصري وجامعة العلوم التطبيقية الأردني بإطار مباريات الدور النصف النهائي لدورة حسام الدين الحريري العربية 21 لكرة السلة. بكرة المباراة النهائية راح تكون بانتظار أحد الفريقين اللي عم يلعبوا أمامنا الأهلي باللون الأحمر والعلوم التطبيقية باللون الأبيض والأزرق وبانتظار كمان الفائز من صاحب اللون الأصفر النادي الرياضي اللبناني واللون الأبيض والأحمر الأنترانيك اللبناني. بكرة المباراة النهائية رح تكون الساعة 5:30 من بعد الظهر. فإذا بكرة المباراة النهائية رح تكون الساعة 5:30 من بعد الظهر. خمس ونص مباشرة عبر شاشة التلفزيون المستقبل 26-15 عبد الله أبو كورة في ووكينج على عبد الله أبو كورة. ووكينج خطأ المشي بالكرة على عبد الله أبو كورة بيعمل الموف بس بيرتكب فيها ووكينج. عبد الله ابو كوره امين عن ارك لثري بوينتس اوه ما عم يتهدى التونسي امين رزاق نقطته ال 14 4 من 5 عن ارك لثري بوينتس
لا امين رزق، وخمسة من تسعة للفريق المصري عن مسافة ثلاث نقاط. تورن اوفر بينعمل من قبل العلوم التطبيقية الأردني، ما دخلوا أبدا بجو المباراة النصف نهائية. رهبة الأهلي المصري سيطرت على الفريق الأردني ببداية هالجيم، يعني الفريق الأردني اللي بكل مبارياته لهلا ما خلص ولا مرة أول كوارتر متأخر. فضل النجار عم يرتكب خطأ، يعني اللي عم بقول لكم رهبة المباراة النصف نهائية لها رهبة خاصة، رهبة طبعا الفريق المصري الأهلي كمان لها رهبة خاصة. عم نحكي عن صاحب أكبر قاعدة جماهيرية بالعالم العربي، هو الأهلي المصري، أكبر قاعدة جماهيرية على الإطلاق. يعني الأهلي المصري حدث ولا حرج عن عدد الجمهور الهائل. أمين تامر مصطفى عن أرك لتري بوينتس، يعني مع النادي الرياضي اللبناني بختام مباريات الدور الأول كان بعيد كليا الأهلي المصري عن النسبة اللي عم نشوفها حاليا عن أرك لتري بوينتس، نسبة عم بتفوق ال 50%، 6 من 10، 6 مرات نجحوا من 10 تسديدات عن أرك لتري بوينتس، ومحمد حمدان عم بيسجل عن أرك لتري بوينتس نسبة 50% لمحمد حمدان على الصعيد الشخصي 2 من 4، وبالنسبة للفريق الأردني مسجل 3 من 7 عن أرك لتري بوينتس. على فكرة نسبة منا عاطلة أبدا، ولكن الفريق الأردني ما عم يقدر يدخل بجو التسجيل، يعني الأتامت كتير قليل، المحاولات على الباسكت عم بتكون كتير قليلة. دخول هاني الفرج ومحمود عابدين بدلا من فضل النجار. وأحمد حمارشا تسديده من أرك لتري بوينتس ما بتتسجل. تامر مصطفى بيعمل كنترول على الكرة، بيعمل ريست للست أوفنس، بيرجع بيبرم الأوفنس من أول وجديد. مان تو مان ديفنس من الفريق الأردني. أمين بيسجل من المسافة المتوسطة. أمين الرزاق نقطة 16 نقطة من أصل 34 نقطة للأهلي، يعني ما يعادل نصف السكور مسجله اللاعب أمين رزاق. موسى العوضي محمد حمدان، محمد حمدان بيسجل، محمد حمدان بيسجل نقطته الثامنة، 8 نقاط لمحمد حمدان. تامر مصطفى وارك للثري بوينتس مرة جديدة، 2 من 2 عن ارك للثري بوينتس للاعب تامر مصطفى، نقطته السادسة، 7 من 12 للاهلي المصري عن ارك الثري بوينتس. محمود عابدين بوينت جارد الفريق الاردني، موسى العوضي عن ارك للثري بوينتس ما بيسجل، الريباوند بيكون مصري. مصطفى شعوط تحت الباسكت عم بيسجل، ونقطتين من تحت الباسكت. عايز اعمل سويتش مع بعض، بس لحظه بس.
نعمل لك ستاند يعني تكون ماشي 13 عمال بنقول لكم مين يتصور في كلاب انتهاء التايم اوت. هذا مصطفى شعوط كان عم بيسجل من تحت الباسكت. 5 دقائق و49 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من المباراة النصف النهائية الأولى بإطار مباراة الدور النصف النهائي لدورة حسام الدين الحريري العربية 21 لكرة السلة. مباريات الدور نصف النهائي مثل ما عم نتابعوا حاليا الاهلي المصري بمواجهه العلوم التطبيقيه الاردني، ومن بعدها مباراه الرياضي اللبناني بمواجهه الانترانيك اللبناني. محمود عبدين بول هاندلر الفريق الاردني، بوينت جارد العلوم التطبيقيه محمد حمدان لعبد الله ابو كوره، موسى العوضي موسى العوضي بوصلها لعبد الله ابو كوره، يحصل على الخطا عبد الله ابو كوره. امين رزاق عم يطلع ليرتاح على البنش، ادى اللي عليه والمطلوب منه من قبل مدربه أشرف توفيق، يعني 39-20 19 نقطة الفارق لمصلحة الأهلي المصري. عبد الله بكورة ما عم يسجل عن الفري ثرو لاين. على كل حال أمين رزاق أرقامه اليوم بتدل شو اللي عمله بالكوارتر الأول والثاني لهلا. أمين رزاق 16 نقطة، 4 من 5 عن آرك 3 بوينتس، 4 ريباوندز للاعب التونسي أمين رزاق. تامر مصطفى تحت الباسكت جرب يوصلها بسرعة اللاعب محمد بسيوني. تايم اوت عم يطلبوا المدرب اشرف توفيق قبل 5 دقائق و10 ثواني من نهاية الكوارتر الثاني. تايم اوت، خلينا نسمع نحن وياكم التعليمات. انتهى التايم اوت. تامر مصطفى كان طلب طبعا تايم اوت اشرف توفيق لانه شاف ثواني كثير قليله على الكلوك فايوليشن، وجرب يلاقي حل تما يخسر الكره من دون ما تطلع تسديده من ايد احد من اللاعبين. وحاليا 39-20 لمصلحه نادي الاهلي المصري اللي مسيطر لهلا على اجواء المباراه النصف النهائيه. على فكره الاهلي قدر يستعمل كل الخبره اللي عنده اياها، واذا بدكم يفرض الهيبه على الفريق الاردني مع انطلاقه المباراه، فرض هيبته الفريق المصري، فرض اعطيهم الوهره. يعني نحن بنقول في دائما لما تفوت انت قدام شيخ كبير او استاذ او وقت يعني شو ما كان حدا
كبير بالقدر والقيمه، بتخاف بتخاف تحترم، بتقول بتحسب الف حساب. هذا اللي صار مع العلوم التطبيقيه الاردنيه، عم يلعبوا مع الاهلي. يعني الاهلي منه اليوم اي فريق بالعرب، لا بالباسكتبول ولا بالفوتبول. انا زمهلاوي على فكره مش اهلاوي يعني ابدا. موسى العوضي عن ارك للثري بوينتس، اوه بيسجل العوضي عن ارك للثري بوينتس. موسى العوضي نسبة 100% لموسى العوضي، 2 من 2 عن الثري بوينتس، 7 نقاط. يعني بهالكرة اللي سددها العوضي بنجاح عن ارك الثري بوينتس، في حال سجل العلوم التطبيقية بهالنزلة رح يكون مثل اللي انعش لهم امالهم انه يفوتوا بجو الجيم. اللاعب موسى العوضي، محمود عابدين بيسجل، محمود عابدين فيد اوي شوت العابدين بيسجل منها، والفارق حاليا عم ينزل 39-25. كمان تبديل عم يتحضر بصفوف الاهلي. شعوات تحت الباسكت، مصطفى شعوات عم بيسجل. وابو خضرة عم يتحضر ودخل للملعب. شعوط ايربول، خمسة وعشرين واحدة واربعين. محمود عبدين عم يسرع اللعبة، محمود عبدين بده يوصل بأسرع وقت لمنطقة الفريق المصري ويجرب يقلص الفارق الفريق الاردني. مهم كثير الراحه ما بين الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث، ما يكون الفارق كثير كبير عند اي فريق. اليوم انت لما يكون عندك فريق عامل جاب عليك بالنقاط ومتقدم بفارق منيح، من المفترض تشتغل كثير منيح باخر خمس دقائق من الكوارتر الثاني لحتى تسكر هالنقاط، لحتى ما يكون هذا الفريق داخل على غرف الملابس مرتاح ومطمئن على وضعه. 41-25، 3 دقائق و4 ثواني. بالإعادة عم نشوف هالكرة، تامر مصطفى لمصطفى شعوط، شعوط بيبرم على إبراهيم البسام وبيحصل على الخطأ، بيستفيد من غياب محمد شاهر وعبد الله أبو كورة من تحت الباسكت الأردني. مصطفى شعوط بديله لطارق الغنام. طارق الغنام وامين رزاق اليوم مسجلين 24 نقطة من اصل 42 نقطة لهلا، يعني تقريبا نص السكور المصري مسجلينه هاللاعبين. اللاعب العملاق المصري طارق الغنام ولاعب منتخب تونس لكرة السلة امين رزاق، وبيسجل مصطفى شعوط وبسرعة محمد شاهر. هذا اللي قلت لكم في فراغ تحت الباسكت الأردني، محمد شاهر بيدخل بدلا من إبراهيم بسام. موسى العوضي هو عم يلعب كبول هاندلر وكصانع ألعاب، عم يظهر الكرة موسى العوضي. كرة كانت واطية على محمد شاهر، جرب يوصل له إياها على الإنسايد لجوا، حلو كثير هالأسيست. شو ذكي، شو هاللاعب الذكي، لاعب إليت بالباسكت، اللاعب تامر مصطفى. هادي رايق، بينهي الكرة وقتها بده وعلى طريقته الخاصة، وعنده هدوء كثير كبير باللعب. منه من ستيل اللاعبين ونوعية اللاعبين السريعة واللي بدها تعمل 10 حركات قبل ما تسجل الباسكت. شعوط، اوه الغنام على البنش، وشعوط عم بيتألق، وعمين رزاق عم يعطيه التحية لأنه هذه نقطته الثامنة بسرعة، بيدخل بنادي أفضل المسجلين بهالمباراة. مصطفى شعوط بثمان نقاط. موسى العوضي، موسى العوضي على البوست، بوصلها لعند محمد شاهر ما بيسجل. الريباوند لتامر مصطفى، ولكن الكنترول
لموسى العوضي ولجامعة العلوم التطبيقية الأردني، وخطأ من اللاعب رقم 7 اللاعب محمد بسيوني. موسى العوضي ابراهيم ابو خضره، بول هاندلر الفريق المصري مصطفى الشافعي، تورن اوفر على الفريق المصري. اوت اوف باوند، كرة من خارج حدود الملعب قبل دقيقة و12 ثانية من نهاية الكوارتر الثاني. محمد حمدان، حمدان من نقطتين بيسجل الحمدان، من نقطتين بيسجل الحمدان. زون ديفنس، دفاع الزون، الكرة بتبقى لمصلحة الأهلي. اوت اوف باوند، مصطفى شعوض، تسديدة عن ارك 3 بوينتس ما بتتسجل. هاني الفرج لمحمد حمدان، محمد حمدان ل شرب يوصلها عند محمود عابدين، ولكن في ضغط دفاعي كثير كبير من الاهلي. موسى العوضي بده يخترق ويحصل على الخطا، يعني هيدي الطريقه الامثل ليدخلوا اكثر بجو المباراه لاعبين العلوم التطبيقيه الاردني، يعني بدهم اكيد وقت ليدخلوا باجواء المباراه. موسى العوضي، امين راح يدخل للملعب، امين رزاق بدلا من اللاعب محمد بسيوني. مصطفى شعوت بعده على ارض الملعب، وطارق الغنام على البنش. بده يحاول، يعني المدرب اشرف توفيق شايف لهلا هو مسيطر على المباراه، والاهم انه لهلا بعد ما فات العلوم التطبيقيه الاردني بجو الجيم، يعني هون عم يجرب يستعمل كل الأسلحة اللي عنده إياه هون، يجرب يعمل الروتيشن على كل اللاعبين اللي موجودين على البنش. تامر، تامر مصطفى بيخترق وبيحصل على الخطأ. تامر مصطفى تسديدتين على الفري ثرو لاين. تسديدتين على الفري ثرو لاين لتامر مصطفى بهالوقت. منتصر ابو الطيب مدرب العلوم التطبيقيه الاردني ومدير الفريق احسان القواسمي. منتصر ابو الطيب يلي عمل شغل ممتاز مع الفريق الاردني باول ثلاث مباريات، 3 من 3 من دون ولا اي خساره، وربح على 3 فرق، 3 معهم اجانب. موسى العوضي كاد انه يسجل باسكت ان، سريع جدا موسى العوضي، ما بيتهدى وقت ينطلق بكل سرعته موسى العوضي، صعب انه يتهدى، يعني 3 ثواني فقط كانوا كافيين لموسى العوضي يقطع الملعب كله. 3 ثواني قطع الملعب كله وحصل على الخطا. موسى العوضي عند الفري ثرو لاين بيسجل. موسى العوضي كمان بيسجل عن الفري ثرو لاين. كرة لعند مين؟
كرة بتبقى لمصلحة الأهلي بثانية وأربع أجزاء من الثانية. تايم أوت، تايم أوت للمدرب المصري أشرف توفيق قبل ثانية وأربع أجزاء من الثانية من نهاية الكوارتر ليعطي أكيد خطة ينهي فيها الكوارتر بتسديد لإله. الكوارتر الثاني عم ينتهي فائزا مشاهدينا وبنتيجه 39 او 49 الاهلي المصري 30 العلوم التطبيقيه الاردني. رح نروح نحن وياكم لوقفه مع الاعلان قبل ما نرجع من بعدها لمتابعه الكوارتر الثالث والرابع من المباراه النصف النهائيه الاولى لدوره حسام الدين الحريري العربيه لكره السله. خليكم معنا. عودة لمتابعة الكوارتر الثالث والرابع من المباراة النصف النهائية الأولى بإطار دورة حسام الدين الحريري العربية. ال 21 لكرة السلة بهالأثناء الدروع التذكارية تتبادل بهيك وقت من البطولات وبكل تأكيد عم نشوف بداية الأستاذ نزار الرواس ما بين طبعا بعثة الأهلي وبعثة العلوم التطبيقية الأردني والأستاذ إحسان القواسمي طبعا يلي هو برئيس أو مدير فريق العلوم التطبيقية الأردني عم يتبادل الدروع إلى جانب طبعا نادي الأهلي المصري ورئيس بعثته الأستاذ خالد الدرندلي البعثة المصرية والبعثة الأردنية تبادلوا الدروع التذكارية الدور النصف نهائي. دور النصف النهائي لبطولة حسام الدين الحريري العربية ال 21 لكرة السلة ما بين الأهلي المصري والعلوم التطبيقية الأردني. الكوارتر الأول كان انتهى 26-13 لمصلحة الأهلي. الكوارتر الثاني انتهى 49-30 بداية الكوارتر الثالث. مباراة نصف نهائية أولى بكرة الدور النهائي والمباراة النهائية من هالبطولة الساعة 5:30 مباشرة عبر شاشة تلفزيون المستقبل. الأهلي المصري حاليا عم بيزيد تقدمه على العلوم التطبيقية الأردني، يعني خبرة كتير كبيرة للأهلي المصري عم تلعب دورة بهالمباراة. العلوم التطبيقية الأردني اللي وصل للمباراة النصف النهائية من دون ولا أي خسارة
اشرف توفيق والنادي العريق النادي الاهلي مصر عرفوا يسيطروا على الجيم النصف النهائي من بدايتها. وعلى كل حال يعني المباريات النصف النهائي والمباريات النهائيه دائما لهم طعمه خاصه وحسابات خاصه، وبيتجردوا وبيكونوا خاليين من اي حسابات مسبقه. ما بتقدر ابدا اليوم بدور نصف نهائي او دور نهائي او اي واحد من الادوار النوك اوت يعني اللي بتطلع بخروج الخاسر تتكهن، لانه اي فريق من الفريقين راح يعطي كل اللي عنده، بيعرف انه ما في مجال للتعويض. مختلف تماما الدور النصف نهائي والنهائي عن الدور المجموعات. فول كورت بريس، مدرب العلوم التطبيقيه الاردني الدكتور منتصر ابو الطيب طلب اكيد بين الشوطين من لاعبينه انه يقيموا حاجز الخوف من الاهلي المصري اللي مسيطر عليهم من بدايه الجيم، ويدخلوا اكثر باجواء المباراه ويلعبوا مثل ما كانوا عم يلعبوا بمبارياتهم بمواجهه نادي السبورتنج المصري والانترانيك والمتحد. عبد الله ابو كوره، محمد حمدان، طارق الغنام بعده على البنش، اوفنسيف فاول على محمد حمدان، اوفنسيف فاول على محمد حمدان، خطأ هجومي على محمد حمدان، بيخسر الكرة محمد حمدان. 55-31 فارق كتير كبير لمصلحة الأهلي المصري على المباراة النصف النهائية الثانية يلي رح تكون ورا هالمباراة حوالي الساعة 6 بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، 6 بتوقيت مكة المكرمة، المنصة الرئيسية بقاعة الحسام الرياضية، سعادة سفير جمهورية مصر العربية السفير باهر شويحي ورئيس بعثة الأهلي المصري الأستاذ خالد الدرندلي. تسديدة عن آرك للثري بوينتس من مصطفى الشافعي ليسجل. محمد حمدان، محمد حمدان، الكرة بتوصل لعند محمد حمدان ما بيسجل، الريباوند لمصطفى شعوط بيلتقط الريباوند، ابو خضره ابراهيم ابو خضره للشعوط، امين رزاق، ابو خضره مع فضل النجار في خطا او الكره على لاين الاوت، فضل اجبر للاعب ابو خضره انه تكون قدمه على لاين الاوت وبالتالي يرتكب تيرن اوفر. لهلا العلوم التطبيقيه الاردني سجلوا بهالكوارتر فقط نقطة واحدة بالمقابل 9 نقاط للأهلي المصري. عبد الله أبو كورة على البوست لمحمد حمدان، حمدان حمدان بده يستدير ما بيسجل، حمدان بيهرب من الديفنس يبعد عن الدفاع اللصيق من الأهلي المصري. هيثم السعيدة مخترع على البيز لاين بوصلها لأبو خضرة، امين رزاق بده يخترق شعوط بوصلها لعند ابو خضره ما بيسجل، مصطفى الشافعي مرتاح كثير على الاوفنسيف ريباوند، مصطفى الشافعي، مصطفى الشافعي مصطفى الشافعي كان عم بيسجل هون بالاوفنسيف ريباوند قبل هالباسكت وكان مرتاح، ما في بوكسينج اوت بالشكل المطلوب. 60-33 27 نقطة عم يتقدم الاهلي المصري. يعني انا بعد انتهاء مباراة الاهلي المصري والرياضي اللبناني كنت سألته لطارق الغنام انه شفناكم بعاد عن مستواكم وبكل مباراة كانوا عم بيعملوا هالفرق يلي عم بنشوفه قدامنا، بكل جيم عم بيلعبها الاهلي كان عم بيكون فيها الفارق، وخصوصا يعني من بدايه المباريات اول مباراه الاهلي كان ربح 85-58 على المحرق البحريني، ومن بعد الاهلي ربح على دهوق العراقي 93-71، والاهلي خسر من الرياضي 75-62. ولكن يعني هالمباراه اللي لعبها مع الرياضي ما كنا عم نشوف فيها الاداء اللي عم نشوفه حاليا، الاداء يلي فيه تركيز تام. فيه تركيز تام.
تيرن اوفر على الفريق المصري. أبو خضرة أبو خضرة بيرتكب تورن اوفر، يعني ريتم المباراة هذا والريتم المباراة نزل لأنه الأهلي عمل فارق شاسع، يعني فارق كتير كبير. بداية الجيم كان من تألق كتير كبير من التونسي أمين رزاق. تونس على فكرة بالباسكتبول بتصدر كتير يعني وبتعمل كتير. إذا بنطلع يعني بالإمارات مجهود كتير كبير من الاتحاد الإماراتي وعلى رأسه سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي الأب الروحي لكرة السلة بكل الإمارات العربية المتحدة سعادة اللواء القرقاوي، وكمان في رجل تونسي بالاتحاد الإماراتي هو المدير الفني للمنتخب التونسي والمحرك الدائم للاتحاد التونسي، يعني فعال جدا بكرة السلة الإماراتية وعم بيكون فيه نتائج مميزة. الدكتور طبعا منير بن سليمان، وبنشوف لاعبين مثل امين رزاق، لاعبين كثير، رضوان بن سليمان كمان لاعب تونسي مميز، عم نحكي عن كمان المدرب عادل تلاتلي وغيرهم. يعني تونس من البلدان العربيه القليله اللي عندها الكم الهائل من الناس بيشتغلوا خارج البلاد بالباسكتبول. حتى لبنان، يعني لبنان ما بعتقد في حاليا اي حدا، يعني احترف روني فهد وصباح خوري بالصين، وحاليا فادي جرب باوكرانيا، وحاليا ما عندنا حدا يمكن لانه كمان لبنان، يعني نحن بيكون بلبنان بده يشتغل 3000 شغله بيكون ماشي حاله، يعني بيشتغل بالمدرسه وبالاتحاد وبالجامعه وبالفريق. هيدا لبنان. امين رزاق تحت الباسكت، مصطفى شعوط طارق الغنام عم يتحضر للدخول للملعب العملاق المصري طارق الغنام. هيثم السعيد 62-36. ابراهيم ابو خضره لهلا فقط 6 نقاط بهالكوارتر. وصل عوضي. هيثم السعيد، هيثم السعيد باسكت ان. هيثم السعيد باسكت ان، بيسجل هيثم السعيد. هيثم السعيد بيسجل وعنده فرصة إضافية عن الفري ثرو لاين. هيثم السعيد، هيثم بنقاطه اليوم وأرقامه 8 نقاط، يعني اليوم أفضل سكورر بالجيم لهلا هو أمين رزاق اللاعب التونسي، وصفوف الأهلي المصري 18 نقطة، ومن بعده موسى العوضي 11 نقطة، مصطفى شعوض عنده 10 نقاط، طارق مصطفى عنده 10 نقاط، محمد حمدان عنده 10 نقاط، يعني السكور موزع ما بين اللاعبين بالفريقين. تسديده من محمد حمدان ما بيسجل، الريباوند لهيثم السعيد. مصطفى الشافعي
طارق الغنام، هيثم السعيد، هيثم السعيد، ابراهيم ابو خضره وصلها عن طارق الغنام في تورن اوفر، ولكن بسرعه بسرعه يعني ما في كنترول، ما عم بيدخلوا ابدا بجو المباراه بالشكل المطلوب. اللاعبين العلوم التطبيقيه الاردني ما عم يدخلوا ابدا بجو الجيم، مباراه نص نهائيه بعد فارضه رهبتهم، يعني مع انهم هن والرياضي فقط الفريقين اللي ما خسروا بالدور الاول. هون الرهبه اذا بدكم الرعب يلي حاطه الاهلي من بدايه الجيم، بعده مسيطر محمد حمدان عن ارك 3 بوينتس ما عم بيسجل، الغرنام بيلتقط الريباوند طارق الغنام، مصطفى الشافعي لهيثم السعيد تحت الباسكت ما بيسجل هيثم السعيد، فارق كبير وفارق عريض لمصلحه الاهلي المصري. عم يتحضر اللاعب رقم خمسه اللاعب ابراهيم الجمال ليدخل لارض الملعب، لاعب الاهلي طارق الغنام بيلتقط الريباوند، وهيثم السعيد ما بيسجل، مصطفى الشافعي كمان ما بيسجل، هيثم السعيد جرب يستعرض ليسجل نقطه العاشره، فضل النجار وبيسجل على طارق الغنام، فضل النجار وبيحصل على فرصه الاند وان، فضل النجار رح يكون عنده تسديده اضافيه من وسط من الفري ثرو لاين، فضل النجار فضل النجار بيسجل عن الفري ثرو لاين، امين رزاق بده يخترق على الباسكت بيحصل على الخطا من محمد حمدان، دقيقة و47 ثانية، دقيقة و47 ثانية لنهاية أليك وورتر، دقيقة و47 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث، يعني تأثير المباراة النصف نهائية واضح، بكرة أكيد المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري العربية ال21 لكرة السلة رح تكون الساعة 5:30 عبر شاشة التلفزيون مستقبل، 5:30 بتابعوها مشاهدينا، ونضال الشريف بيسجل عن آرك ال 3 بوينتس، يعني بهالدقيقة ونص من المفترض يكون في شغل مضاعف للعلوم التطبيقية الأردني، بيجربوا يعملوا شغل إضافي، لأنه إذا دخل الأهلي المصري بهالمعنويات وبهالنفسية يلي عم يلعب فيها بالكوارتر الثالث يلي بسهولة عم بيتقدم فيه كمان الأهلي المصري، رح يكون الكوارتر الرابع فقط تأدية واجب من قبل العلوم التطبيقية الأردني، ورح يكون فقط لتأدية الدقائق العشرة المتبقية، والهيئة هيدا يلي رح يصير، لأنه أساسا ليه عم أقول هيك، بالباسكت ما في شيء مستحيل، بالباسكت كل شيء بيصير، بالمباريات كل شيء بيصير، مش بس بالأنسي دبل أي وبالأم بي أي مثل ما كنا نصير نقول قبل، أو بالبطولات الأوروبية، حتى بعالمنا العربي كل شيء بالباسكت بول بيصير، لعبة الثواني اسمها الباسكت، ولكن كمان المكتوب يقرأ من عنوانه، اليوم أنت لما تكون عم تلعب بمباراة النصف نهائية ومنك فايت بجو الجيم 100%، صعبة أبدا يعني منا سهلة، اليوم عم تلعب كمان بمواجهة الأهلي، منا سهلة أبدا أبدا أبدا، بدك طبعا مجهود من اساس المباراه من اول كوارتر يكون مضاعف، طارق الغنام عم يطلب الكره على البوست مع ابراهيم البسام، اوبن شوت لابراهيم الجمال عن ارك 3 بوينتس، الجمال بيسجل والفارق عم بيطلع 72 42 72 42 72 42 الفارق عم يطلع ل 30 نقطة، ابراهيم ابو خضرة بايده الشمال بيسجل
والكوارتر الثالث عم بينتهي مشاهدينا. 74 الأهلي المصري، 42 جامعة العلوم التطبيقية الأردني، 12 نقطة فقط سجل العلوم التطبيقية الأردني بهالكوارتر بمقابل 25 نقطة سجلوا الأهلي المصري بهالكوارتر. خلينا نروح لبريك، آخر بريك بهالمباراة قبل ما نرجع من بعدها للكوارتر الرابع والأخير من هالمباراة ما بين الأهلي المصري والعلوم التطبيقية الأردني. مين رزاق، إبراهيم أبو خضرة، كريم شمسية، طارق الغنام تحت الباسكت، كريم شمسية بيسجل. ومثل ما قلت لكم الكوارتر الرابع رح يكون صعب جدا على العلوم التطبيقية الأردني، العلوم التطبيقية الأردني بمواجهة الأهلي المصري بالمباراة النصف النهائية الأولى لدورة حسام الدين الحريري العربية الـ21 لكرة السلة، هالبطولة يلي انطلقت من 21 سنة تخليدا لذكرى فقيد الشباب حسام الدين رفيق الحريري، نجد الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي قضى بحادث سير مروع من حوالي 22 سنة، وبكل تأكيد يعني أفضل والطريقة الأمثل لتخليد ذكرى، ومش بس تخليد الذكرى لحتى دايما تذكر بالشخص، هو العمل الخير أو عمل اللي بيجمع والرياضة بتجمع، وهذا كانت أكيد الهدف من وراء إقامة هالبطولة العربية يلي بتجمع الأشقاء العرب بمدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني، المدينة يلي ينتمي إليها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ستة وسبعين 42 76 42 على تقدم كتير كبير للمباراة بهالمباراة لمصلحة الفريق المصري والأهلي المصري يلي مسيطر على الجيم، والرياضي اللبناني اللي اصبح موجود بالملعب فؤاد ابو شقره مدرب الفريق اللبناني ومساعده ذكران كورجيان، وبكل تاكيد كمان يعني اصبحوا موجودين لاعبين النادي الرياضي. منتصر ابو الطيب طبعا يعني ما عنده حلول منتصر ابو الطيب، بقى الرياضي اصبحوا موجودين بالملعب، والى جانبنا كمان على طاولة التعليق الاستاذ احمد شاكر مدير فريق كرة السلة حاليا بغياب والده جودة شاكر الموجود بزيارة عائلية، طبعا أبو حسن محرك النادي الرياضي. سبع دقايق 15 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع، مصطفى شعوط عم يتحضر للدخول وبيدخل بدلا من طارق الغنام، بيطلع ليرتاح طارق الغنام، يعني خلص الاهلي رايح للمباراه النهائيه من دوره حسام الدين الحريري، وهيدي مره جديده عم يكون الاهلي بالمباراه النهائيه، الاهلي يلي وصل للمباراه النهائيه اول مره سنه 1993 بمواجهه الرياضي اللبناني وفاز النادي الرياضي اللبناني. الأهلي ولا أي مرة أحرز البطولة، رجع وصل على الفاينل
سنة 1999 وكان قريب من إحراز اللقب، ولكن باسكت لإسماعيل أحمد بآخر ثواني الجيم أهدت الفوز للنادي الرياضي، وقتها كان جمال روبنسون محترف مع النادي الرياضي أيضا. من بعدها الأهلي بال 2005 2006 و2007 ثلاث سنوات، يعني الأهلي وصل خمس مرات من هال 21 نسخة، شارك ب 20 الأهلي المصري منهم، وصل خمس مرات للفاينل ولا مرة أحرز لقب البطولة الأهلي المصري. النادي اللي مسيطر تماما على الألقاب هو النادي الرياضي اللبناني، بكرة الأهلي، فإذا بكرة المباراة النصف نهائية، الجيم النصف نهائية راح تكون الساعة 5:30، بكرة المباراة النصف نهائية راح تكون الساعة 5:30، أو المباراة النهائية عفوا راح تكون الساعة 5:30. اليوم يختتم الدور النصف نهائي بمباراة الرياضي اللبناني بمواجهة الأنترانيك اللبناني، وأكيد يعني الفرق اللبنانية وقتها تتواجه مع بعضها كمان إلى حسابات خاصة. يعني أنا صراحة قبل انطلاق هالمباراة كنت متوقع تكون كلوز جيم أكثر، وكنت حاسس إنه العلوم التطبيقية ممكن يكملوا الران يلي عملوها ببداية البطولة ويكملوا التألق يلي عملوه ببداية البطولة ويكملوا مشوارهم الكبير بالبطولة، ولكن طبعا العائق كان حائط صد مصري منيع اسمه الأهلي. كريم شمسية زون ديفنس، جديدة من ارك 3 بوينتس، مصطفى شعوط ما بيسجل، الريباوند للاعب رقم 8 اللاعب السكورر، حتى اللاعب اليوم هاني فرج يلي معدله اوف ذا جيم بكل مباراة 14 نقطة ما عم بيسجل حتى عن الفاست بريك، يعني هاني الفرج عادة هو يلي عم بيستلم كمان زمام المبادرة بالتسجيل، ما عم بيسجل هالمرة عن الفاست بريك أو حتى عن الانطلاقات السريعة يلي عم يعملها، عادة بنشوفه بيسجل عن ارك الثري بوينتس بنسب كتير عالية اللاعب هاني فرج، ولكن اليوم ما عم بيكون موفق. بكره فاذا الاهلي بطريقه واقترب بنسبه 90% للمباراه النهائيه للمره السادسه بتاريخه، الاهلي المصري راح يتاهل للمباراه النهائيه لدوره حسام الدين الحريري العربيه ال 21 لكره السله. بكره فاذا الساعه 5:30، فضل النجار في خطا على موسى العوضي، كرة لكريم شمسية من نقطتين بيسجل كريم شمسية، آخر دقايق الكوارتر الرابع والمباراة 82-48. أحمد حمارشا، عبد الله أبو كورة تحت الباسكت بجرب يوصلها للشاهر لمحمد شاهر، 82-48 الأهلي المصري بخطى ثابتة نحو المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري العربية ال 21 لكرة السلة، بكرة الساعة 5:30 بقاعة حسام الرياضية مباشرة عبر شاشة التلفزيون. مستقبل محمد الشاهر بيسجل، عبد الله ابو كوره باسكت ان لعبد الله ابو كوره، باسكت ان لعبد الله ابو كوره،
عبد الله ابو كوره بيسجل، واشرف توفيق المدرب الخبير المصري كرة السلة الأردنية طبعا، يعني كمان يلي وصلت لنهائي بطولة آسيا للمنتخبات، لعب المنتخب الأردني بمواجهة المنتخب الصيني، التنين الصيني. الأردني اللي بتحتل المركز الرابع حاليا بآسيا. مصر يمكن على صعيد الباسكتبول للمنتخبات مؤخرا بلش يكون في اهتمام زائد بالمنتخب المصري، يعني مصر ام الدنيا بالكوره، كمان الاهتمام بمصر اكثر بالفوتبول، يعني ما فيك ابدا تقرب على الكوره. كريم شمسية عم يبرموها للأخير، بده يضيعوا الثواني والدقائق المتبقية. لاعبين الأهلي، كريم شمسية لابراهيم الجمال، ما بيسجل. الريباوند لعبد الله أبو كورة، حمارشا عبد الله أبو كورة بده يسدد، كان عن آرك 3 بوينتس بس الدفاع كان قريب. محمد الشاهر مع مصطفى شعوط، شاهر صار في لاعبين مسكرين على شاهر. عبد الله حلو كثير لا اوه، شوفوا اللي كنت عم لكم اياه، ما دخلوا ابدا بجو المباراه، يعني حمارشا من هيك محل اكيد ما بضيع عاده من تحت على الباسكت، خبره كثير كبيره للاهلي عم تنهي فيها هالجيم. الاهلي رح يروحوا للمباراه النهائيه لمواجهه الفائز من مباراه الرياضي اللبناني والانترانيك اللبناني، اليوم الساعه 6 فازان الرياضي اللبناني بمواجهه الانترانيك بالمباراة النصف النهائية الثانية. الفريق اللي بعده ما خسر هو النادي الرياضي الوحيد بالبطولة. العلوم التطبيقية اليوم تلقى خسارته الأولى، وكانت خسارة بالدور النصف النهائي بمواجهة الأهلي المصري، يعني منا أي خسارة، ما خسارة لا تعوض لأنها بالأدوار النصف النهائية. إبراهيم الجمال، عبد الله ابو كوره بيبقى محافظ على الكره، عبد الله ابو كوره بوصلها لعند موسى العودي، عند ثلاث نقط موسى العودي، اوبن شوت ما بيسجل. عبد الله ابو كوره تحت الباسكت بيسجل، عبد الله ابو كوره بده يلعب الثواني للاخر. لاعبين الاهلي، كريم شمسية، كريم شمسية ما عنده أبدا اليوم، يعني فريقه ربحان بفارق كتير كبير ومرتاحين الأهلي على وضعهم، تلاقي التركيز شوي عند اللاعبين ضايع. موسى العودي، إبراهيم الجمال ما بيسجل، الريباوند بيكون لمصلحة النادي الأهلي المصري، ودقيقة وثلاث ثواني لنهاية المباراة النصف النهائية الأولى لدورة حسام الدين الحريري العربية الـ 21 لا كرة السلة. فضل النجار، أحمد حمارشا ما بيسجل، الريباوند للاعب رقم 6 محمد محمود. 44 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع، أكيد مبروك للأهلي المصري ومبروك للأهلي. رح نحكي بعد المباراة مع المدرب أشرف توفيق لنشوف رأيه بهالجيم، والمدرب منتصر أبو الطيب، يعني بدي أخذ الكوتش أشرف توفيق والكوتش منتصر أبو الطيب لناخذ رأيهم بهالمباراة. خمسة وثمانين 58، وإلى جنبي رح يكون كمان السفير المصري مثل ما عم يقولوا لي هلا، سعادة السفير المصري
لنسأله كمان عن المشاركات المصرية، يعني من السفير المصري دائما بحب يكون موجود بأي مناسبة بيكون فيها فريق مصري، من الأهلي والزمالك كمان والكورة والمصر والأندية الكبيرة مثل الأهلي زمالك اتحاد مقاولون العرب، هول أندية الإسماعيلي، هول أندية إلهم تقلن، يعني حتى عم تحكي شعبيا عم تحكي بملايين البشر، يعني الأهلي ممكن نطلع نحن لبنان فيه 3 مليون ونص نطلع من 1% من مشجعين الأهلي، يمكن أو 10% تمن نقول أكثر أقل من هيك، فمنا سهلة اليوم أبدا، بس يكون الفريق موجود بلبنان بده يتواكب من قبل الرسميين، وهيدي أكيد بادرة حسنة. ريباوند لعبد الله أبو كورة، المباراة عم بتشارف على نهايتها، المباراة على نهايتها، وكريم شمسية بيسجل باسكت ان 85 او 87 59، المباراة يلي عم تنتهي. انتهاء المباراة فأذن ووصول الأهلي المصري للمباراة النهائية لبطولة حسام الدين الحريري العربية 21 لكرة السلة، ورح نكون مع سعادة سفير جمهورية مصر العربية إلى جنبي بلقاء عبر شاشة التلفزيون المستقبل لنحكي نحن وياه عن أكيد هالبطولة ومشاركات مصر ببطولة حسام الدين. سعادة سفير جمهورية مصر العربية أهلا وسهلا فيك على شاشة التلفزيون المستقبل، يعني بعد ولا سياسي ليل السياسيين يلي والناس الدبلوماسيين يلي منلاقيهم بمباريات رياضية، اليوم مشاركة مصر أصبحت مش ملزمة ولكن دائمة بكل الدورات العربية اللي بتصير بلبنان، شو بدك تخبرنا عن المشاركة المصرية لنادي كبير مثل الأهلي بدورة حسام الدين الحريري؟ الحقيقة أهم شيء في الألعاب الرياضية هي المشاركة، هي الروح الرياضية، هي روح التعاون والتفاهم والتفاعل ما بين الشعوب، فلذلك دائما نحرص على المشاركة في أكبر عدد ممكن من الألعاب الرياضية. سعادة السفير، يعني اليوم بنشوف دائما يعني الأهلي المصري نادي منه، كنت أنا عم أقول خلال التعليق النادي الاهلي المصري منه نادي عادي ومنه او الزمالك او اي نادي ثاني، هل مشاركه الفرق الكبيره من مصر هي كمان بتوجيهات من القياده المصريه لحتى يكون فيها التعايش دائما ما بين الشعب المصري والشعب اللبناني؟ هي الحقيقه الفرق لا تحتاج الى توجيهات، الفرق في مصر خاصه الفرق الكبيره العريقه تدرك تماما معنى الرياضه وتدرك تماما قيمه التواجد في محيطها الطبيعي وهو المحيط العربي، صحيح، والتفاعل مع الرياضيين ومع الشعوب العربية. أنا بدي أشكرك سعادة السفير وشكرا لحضورك، ونتأمل حضورك بكرة إن شاء الله بالمباراة النهائية بإذن الله. ألف شكر، متشكر جدا. شكرا لسعادة سفير جمهورية مصر العربية، شكرا لك، وراح نتابع لقاءاتنا فإذا مشاهدينا مع أكيد المدرب منتصر أبو الطيب مدرب الفريق الأردني، ورح يكون موجود إلى جنبي كوتش منتصر. يعني اليوم مباراة اليوم كانت أنا برأيي رهبة الأهلي المصري، سيطرت على فريق العلوم التطبيقية الأردني وحرمته من الدخول بأجواء المباراة، خبرني شو اللي صار معك اليوم؟ شيء لازم نبارك لفريق النادي الأهلي، عملوا مباراة ممتازة اليوم، واتوقع انه الفريق الافضل بمباراه اليوم هو اللي فاز. احنا المباراه من اللي اثر علينا بدايه الربع الاول اللعيبه بعديها ما قدروا يرجعوا لريتم المباراه، ونسبه التصويب بتاعتنا اليوم ما ساعدتنا بالمره، سواء من الانسايد جيم او الاوتسايد جيم.
على الديفنس، اظن تاثروا من بدايه المباراه، ما اعطوا كما يجب اليوم. شكرا لك منتصر ابو الطيب مدرب العلوم التطبيقيه الاردني، عملتوا بطوله ممتازه وبالتوفيق لكم خلال البطولات القادمه. على كل حال رح نتابع نحن وياكم مباريات النصف النهائي الرياضي بمواجهه الانترانيك الساعه 6. كنت معكم للتعليق على المباراه صبحي قبلاوي، وشكرا لابراهيم مقداش المخرج، والى اللقاء.